اهلا وسهلا بيكم في حلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن ليه البنات اكتر عرضة للاصابة برباط الصليب. معروف طبعا اصابات الرباط الصليبي في الولاد نسبة كبيرة منهم ولاد، ولكن لو تساوت البنت مع الولد في ممارسة الرياضة فهي عرضة اكتر للاصابة برباط الصليبي. ليه بقى ده بيحصل؟ لأن المدى الحركي دايماً بيكون أكبر في البنات، وده راجع لأن عندهم ليونة في الأربطة أكتر من الولاد. حاجة تانية، قوة العضلات في البنات أقل من الولاد. حاجة تالتة، هو الشكل التشريحي للركبة في البنات مختلف عن الولاد. والحاجة الرابعة، طريقة اللاندينج أو التحميل على الرجل أثناء القفز أو عمل سبرينت مختلف في البنات عن الولاد. ونقدر نفهم ده من خلال شرح النقاط البسيطة دي من خلال المديول ده. لما نيجي نشوف مجسم ده بتاع الركبة، نقدر نفتح الركبة بالشكل ده ونشوف الرباط الصليبي هنا في نص الركبة. الشكل التشريحي في البنات بيختلف عن الولاد، ان هذا النوتش، هذا الجزء بيكون اضيق من الولاد، وبالتالي احتكاك هذا الرباط الصليبي بهذا النوتش بيكون نسبة اكبر، وسهل يتعور الرباط الصليبي او يتقطع بسبب هذا النوتش الضيق. حاجة تانية، المدى الحركي للركبة في البنات بيكون اكبر، فاثناء التحميل على الركبة او عمل لاندنج او جمب ممكن يتقطع الرباط الصليبي اللي هو عرضة اوريدي للقطع في البنات بنسبة اكبر. ومنأكد تاني، ايه هي انواع الرياضات اللي ممكن تسبب الاصابات اللي زي دي؟ كرة القدم هي اشهرهم، وطبعا كرة السلة، بالاضافة لكرة الطائرة. وهنا نوصل للنقطة المهمة، ازاي نحافظ على بناتنا من الاصابة بالرباط الصليبي. اولا لازم يكون في اكل متوازن. حاجة تانية، لازم يكون فيه تمارين متوازن. هذا التمارين بيحدده مدرب الفتنس بتاعها أو دكتور العلاج الطبيعي. الحاجة التالتة، إنه لازم تتجنب ممارسة الرياضة لو في حالة إرهاق للعضلات. ما ينفعش نفضل نضغط على البنت وهي مرهقة عضليا. النقطة الرابعة والمهمة هي تقوية عضلات الظهر وكذلك عضلات الطرفين السفليين، لان بنلاقي كتير من البنات بيهتم ان هو يقوي عضلات الطرفين السفليين وما يقويش عضلات الظهر. لازم يكون في توازن ما بين هذه العضلات. النقطه الخامسه والاخيره وهي الاهم، هو الحفاظ على توازن مستمر لهذه العضلات، وده بياخد وقت الحقيقه عشان تقدر تحافظ على توازن عضلاتها وفي نفس الوقت تعمل لاندنج بامان على الارض. ولو هنيجي نفسر النقطه دي ونوضحها، فهي لانها اهم نقطه، فهو لازم نحافظ على قوة العضلات بتاع البنت واليونة الأربطة اللي اوريدي موجودة عندها. ما ينفعش نقوي العضلات على حساب الأربطة اللي موجودة. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن ليه البنات بيحصل لهم إصابة الرباط الصليبي وإزاي نقدر نحافظ عليهم من هذه الإصابة.